كلمي تغني اسمع صغري تومي يهدي يشكل عين يا رب العالمين. اسمي نادر الزغلامي. تعرضت معناها الحالة معناها مش الغلطة متاعي أنا سيد، معناها نقل ولا سافور عليك فاش حاول بشيخه من عندي أنا المعلومات. تعديت معناها حالة بعثولي في الواحد حالة غش معناها ريفوزي، إن شاء الله معناها نلقى حقي معناها في الحكاية دي. وأنا عندي معناها الدبلومات متاعي في الانفورماتيك، معناها كي دخلت أنا بتبيعتي الانفورماتيك هي المادة معناها مغروم بها، معناها أنا كي دخلت للدفوار قلت لازم معناها نجيب فيه نوت باهية معناها باش نزيد نهز الموين متاعي يعني. دخلت معناها خدمت الدفوار نلقى البروبليم معناها كاسحة شوية، بديت نخدم فيها. عملت معناها أغلاط، دخلت بعضي في الدفوار، طلبت برشا معناها مرات، معناها ثلاثة مرات يمدوني معناها الأوراق نظيفة ونعاود نخدم فيها من الأول، وين نلقى غلطة أنا نشطب ونعاود من الأول بكل ما نقعدش نخمم في كيفاش باش نصلح ولا حاجة. من دفوار ساعة ونص أنا بديت أصلا بالبروبليم، كملته في ساعة ودرجين معناها ما قعدش وقت الآخرين، حسيلو كملتهم في ساعة في ساعة في حالة داخل بعضي، مديت أوراقي وخرجت. وموراعني كان لشفت المعايتين اللي في سوسة نبحث ويعملوا لي انت عطيته ينقل السيدة ذاية. وانا اصلا ما نعرفوش حتى معناها نشوفه في الليسي يتعدى طفل قدامي ما نعرفوش، نعرفه بالوجه. ولدي سناء واحد الدين باش يقريه وباش يعاونه، وانا سهرت الليل ليه يا بيه بوه كيف كيف يقرا هو حرق عصابه ليه يا بولدي من صغرته شهيده يجي يشوفه من السنه التحضيريه، معناتها من السنه التحضيريه كيفاش الشهيد نتاعو معناتها والعدد نتاعو مخبيتهم مستحفظه بيهم، معناتها كل عام هو عنده الجوائز نتاعو وبالشهيد نتاعو نوريهم لكم طرف طرف. في الاخر مراعني كان يجي فيه مرفوض غش، انا نهار البكالوريا نتاعو جنازه في داري بشهاده الجميع الجيران اصحابه بشهادتهم الكل، غاضهم نادر كيفاش تصير فيه المظلمة هذية. أنا شنو ذنب ولدي نحمل مسؤولية اللي نقل عليه، كيفاش هو نقل لسيد ذوينهم ولدي معطاش وما وراش، متأكد ولدي تفجع. أنا حسب رأيكم مش لعبة بمستقبله على انفورماتيك 0.5 اللي ماخذ فيها نادي سويت على الكونفوسيون متاحة مش يضحي بمستقبله على جل اللحظة هذيك؟ بكالوريا ماهيش لعبه، ولدي الغايه نتاعو. انا حتى قلت خايفه على ولدي اليوم اخر مطاف، قلت له يا نادر ابكي تكلم اعمل رياكسيون خليني نشوف شنو قاعد كيكا ستابل. انا حرت، انا تو كنت نصرف على تيديت وقريت تو باش نصرف على الطبه تجي هكا. انا عندي ثقه في نجي جلول، انا عندي ثقه في وزير التربيه، اختريته يرجع في التلامذه اللي قصوهم واللي رفضوهم ونتابع فيه ونتابع في برامجه. اصل ساعات يفدلكوا عليا ولادي يكونوا انت من معجبين نجي جلول، معجبه بقراراته. انا توك نحب ينقذ لي ولدي على خاطر ولدي اذا عاقب وسنه اذا كان هو تحت المظلمه شنو هو مصيره، شنو هو مصيره نحب نعرف. قال لي انا حطيت لي عندي، انا قريت اجتهدت تعبت سهرت وما حدش قابل. معناتها انت اذا كان القرار نتاعك هكا، انا قرار هذا نعتبره اذا كان كيما اللي نقلوا كيما اللي مظلوم قرار جائر. انظروا التلميذ كيفاش ممتاز وكيفاش معدله في ال14 معدل 15.15 تكنيك 12.5 في المات 12 في الفيزيك 18 في التيبيات سبورت 19.5 11.5 14.5 في الانجلي ما عدا ماتير فلسفة يظهر لي ولا عربية اللي معناتها الله غالب هذاكم فيه معدد. علاش انظروا معناتها بعين الرحمة، انظروا للمستوى نتاعو، ارجعوا بالنظر للإدارة نتاعو، ارجعوا لكل شيء. معناتها التلميذ كيما هكا تلميذ قراي ممتاز نظيف أموره له في قرايته هذاك، وتجيه مصيبة لا يعلم بها لا يدري، خلينا عائلة كاملة احنا حاشي في هستيريا. عندي جمعة انا هكا ما كنتش نتظر في الرد هذه. انا مشيت عملت الوزير، عملت قدمت عريضة نحب نقابله، انا نحب نقابل، انا نحب نوصل صوتي لوزير التربية، نحب نوصل صوتي لوزير التربية. مشيت لإدارة الامتحانات مشيت لهم الكليكة، لكن معناتها اللي خليك العقوبة موجودة. انا شنو ذنب ولدي هو ما نقلش ما عطاش ما وراش، شنو ذنبه؟ هالتلميذ ذاك ينقل وينهم الاخرين اللي عسوا
وين هم اللي عسلوا كي ولدي نقل؟ كي الاخر نقل على ولدي شنو ذنبه؟ انا نحمل المسؤوليه للي نقل عليه. راهو عنده معدل، كيف مشيت نشوف نهار نتيجه البكالوريا للباك تصدمت، عنده معدل 4، عنده معدل 4 جايب في البكالوريا. هذا يكر لي على ولدي معدله في ال 14 يحطمهولي، معناتها هو ما عنده ما يخسر، هو جايب معدل 4 يقولك ان يعاقبوني، معناتها حسب ما انا مش نتصور نقرا في تصورات الناس، اما حسب اسمعوا 4 معدل شنو ناويين منها في تحطموا في جرتها تلميذ كيما هكا؟ يا هل ترى مازال هو باش يهز روحه ومازال باش يقرا كيما هكا؟ عيلة تحطمت، انا صرفت صهرت، معناتها نحب حل، انا نحب نقابل الوزير، عندي ثقه في الوزير هو ينصف لي ولدي، عندي ثقه في الوزير انا، خاطر ريتو عمل برشا اصلاحات، هو قاعد يرجع في الشباب مش قاعد يهز فيهم للهاويه، خاطر الطريقه هذه اللي باش يعاقبوا بها اذا في صوره ماء الله لا يقدر وتعاقب ولدي، راني عارفه نعرف احساسه انا ولدي، انا ضحيت نعرفه ولدي شنو، يرجعوا للاداره نتاعو، يرجعوا انا لو نطلب طلب يرجعوا للاداره نتاعو، يرجعوا لاداره المعهد نتاعو وينصفوني ويعطيو حق ولدي، شنو ذنب ولدي؟ إذا كان واحد يقرا ويتعب كيما هكا وتجيه كا كيما هكا يتعرض لها لعملة يد ولا ساق، شنو ذنبه أنا ولدي؟ شنو ذنبه ولدي؟ هو كيف كيف مش عارف روحه مسكين، حتى نحاول نحط فيه للي قدر، قلت له للي قدر اعتبر روحك وكان مطمن، قال لي هذيا ما نقبلش باش نعاود. معناتها ولدي بدا نهار شيئا فشيئا، راني أنا تعبت بدا يتعب، أنا نحب صوتي يوصل لسيناجي جلول وزير التربية، هذا شنو نحب أنا؟ نحب صوتي يوصل لسيناجي جلول. ينظر له بعين الرحمة ويراجع ملف ولدي بالذات، القانون راهو جائر كيما اللي عمل وكيما اللي ما عملش، علاش؟ هو وراه وريته أنا في الليسي وكل كتب أخشن منه حتى جهامة، وانفورماتيك تواول ورا بعضهم ماهيش طاولة في طاولة، معناتها هو ما همتوش ما يخسر، ما عندوش ما يخسر، هو جايب 4 معدل، معناتها ما عندوش ما يخسر، هو ما عندوش ما يخسر التلميذة ذي. حسب رايك ولدي تراه على معناتها باش يجي في بكالوريا نتاعو اللي تحدد له مصير مستقبله، مش يجيب بكل بساطه باش يمد له ولا باش يعطيه، لا عطاه ولا مد له. ولدي لا ولد خل بعضه خاطر يحب ياخذ النوت نتاعو في الدفوار، فيها الدبلومات واللي عنده الدبلومات نتاعو نوريهم لكم نعاود، قريه الانفورماتيك، يجي باش يغامر بمستقبله يا ناس، تجي هذه تعقل هذه؟ انا نحب وزير التربيه هو اللي يشوف الموضوع بروحه، يوقف على الموضوع وزير التربيه، يراجعوا القرار اللي باش يتنفذ ولا تنفذ في ولدي. راهو حرام هكا باش تخسروا، راك مش تهزوا ولدي للهاويه يا وزير التربيه يا سيناجي جلول، راك مش تهزوا ولدي للهاويه، راهو التلميذ عمل بين الفرق بين العمل وبين المعملش.